السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حلقة جديدة من ميسون ماجد، وزي ما انتم شايفين كده انا في سكاي بلوك سيرفر سمسم كرافت. دي طبعا صاحبتي اسمها اي ريدر بي في بي. طبعا زي ما انتم شايفين كده على سكاي بلوك. صراحة يعني احنا لسه مكملناهوش لان سكاي بلوك ده لسه جديد، فزي ما انتم شايفين كده دي شجرة كبرت، دي حاجاتنا. بس صراحة ان السيرفر كله بيتكلم فرنش وكده، خليني طبعا كتبت هاي جايز. يقولي you don't have access to that comment، يعني ما اقدرش اعمل كومنت. يلا خلينا نكبر الارض ونرجع لكم.